اسمع لي صوتك معلش عشان دوشه. بقول لك والد الشهيد مصطفى فهمي. ايوه يا حاج. طب انا عندك بقول القضاء المصري والمجلس الاعلى للقوات المسلحه دم الشهداء لغايه النهارده مش عارفين في ايه المطلوب مننا ان نعمله بعد 5 شهور القاضي بتكليف من القاضي اليمين اللي ربنا الله لا يهديه بيقولوا طلع الشهداء من الطرب. ليه يا استاذ الفاضل؟ في تقرير طبي وفي تسريح بالدفن وفي شهاده وفاه والدكتور اللي عمل كل ده خاضع لوزاره الصحه والدكتور راح النيابه وعنده استعداد يجي المحكمه بس ليه مماطله. قلت له الترديد انت بتتكلم على الطب الشرعي قضيه خالد سعيد انا لسه مش من بعيد لسه موجوده. الطب الشرعي النهارده بيطلع اللي على كيفه واللي على هواء الدوله. اكيد النهارده احنا مش ضد الشرعيه ومش ضد احنا مع الشرعيه بس دم عيالنا ما يروحش هذا 18 سنه طالب في الثانويه ينضرب بالرصاص قدام يعني انا مش عارف وعلى مرمى ومسمع من الناس. المتهمين الصبح بيجوا في عربيات مكيفه للتجمع الخامس وبيمشوا بعد الظهر بتبقى ظباط. انا مش عارف ازاي انت متهم وبعد الظهر بتبقى يعني الصبح بتبقى متهم وبعد الظهر بتبقى ظابط. ازاي انا حاجه وازاي انا هاجي معايا يعني عدو فين المنطق؟ يعني انت النهارده لا عايز تحبس الصبح ولا عايز امر ربنا فين؟ وفي القصاص حياته من الاباب ده احنا بننقذ ده ربنا سبحانه وتعالى هون هدم الكعبه وعدم ركض دم مسلم واحنا مش عارفين ده الجماعه اليهود بيحموا بعضهم لكن يعني ما فيش واحد يهودي سمعنا ان هو ضرب واحد يهودي. شارون افضل يعني شارون الكلب الخنزير ده ما اطلقش سلاحه في وش واحد اسرائيلي بيبيت في المسلمين من اجل المواطن الاسرائيلي واحنا بنميت اولادنا وظهرت اكبادنا عشان ايه؟ عشان واحد يورث البلد مصر دي مصر. وفي الاخر انا مش عارف اقول ايه بقول حسبي الله ونعم الوكيل. عمر شكرا يا حاج.